العود باش تعرفوا المليح فيه ثلاثة وصاف. أما هي ثلاثة صغار وأربعة كبار وثلاثة خارجين وأربعة عاجفين تالصغار شكون هما؟ وأنا عام ساكتين. زيد الصغار ثلاث صغار هما جوج الودنين والرويس يكون صغير وديلات يكونوا صغار والحر والراس يكون صغير. ثلاثة الأولين أما هي الودنين والراس جوج ودنين والراس هما ثلاثة يكونوا صغار إلا كانوا ودنين بحال الصندلات عوقروا هذاك راه ولد بغلب. الله يرحم الوالدين ما يفوتوا المسيك الأولاد. زيد أربعة كبار أما هما الحوافر ديال رجليه هذاك الصباط ديالو يكون داير كبير هذاك من الحر. فين غيتسمر بلاصه صحيحه مي أربعة عاجفين أما هما أربعة عاجفين هما القوايب كنقولوا حنا يكونوا مقصبين عالين ما يكونش عامرين لا. الخارجين ثلاثة خارجين أما هما عينيه يكونوا خارجين من راسه والبادرة تكون خارجة في صدره هذاك حر.